شيخ نحسن لك، هل يحبط العمل كله أو إذا أحيانا الإنسان قال هذا ثم اغتر؟ ينقص إذا أنه خطر بباله الريح ودافع واندفع ينقص العمل يعني، لكنه ما يذهب عليه، لأن الشيخ بعضهم قد يقول إذا مشى وراء هذا فهو يذهب عليه، لأن بعضهم أحسن الله لك قد يقول الحمد لله يعني أتممت حفظ القرآن، وهو قصد به يعني الفخر أو الرياء، أو هل يحبط عمله كله يا شيخ ولا ينقص؟ إذا لم يحبط ينقص إن شاء الله يعني. سبحان الله، النفس لها هذا من كون النفس أمارة بالسوء. من المداخل بسيطة جدا على الناس، واللي ما يلقي له أسباب لأنهم ما هم يجالسون أهل العلم يخالطونهم ويتأثرون بهم، مثل ذلك اللي الحين شاعت على ألسنة الشباب اللي يقول يا شيخنا يا شيخنا. شيخك وش أول شيء؟ أنك هل أنت بلازم للطلب حتى تقول شيخي فلان؟ والثانية وراك تقول لا، قلني شيخي أقل شيء يعني، لكن ترفع نفسك يعني فوق، هذا معظم نفسه. إذا قال شيخنا مثلا هل أفضل الشيخ لا يقول ليش يقول الإنسان شيخي قلنا وكتبنا ورفعنا؟ هذا يصلحنا، أنت ضعيف ومسكين، كان أنت قلت وكتبت ورفعت فالله اللي من عليك. أي نعم الحمد بس، لكن لا احرص أضواعك لا تروح عليك. يقول شيخي بعد كذا يعني أقل الأحوال، يعني الشيخ حتى لا يحدث عن شيوخه، لا يقول إني قد لازمت شيخي وكذا وكذا، يسكت يعني ما يخبر بمن قرأ عليه من الشيوخ ومن لازمهم، هل الأفضل هذا؟ بأحوال النادرة هي الخبر هذا، لكن الجملة لا. أحيانا يعني الشيخ تطلب تزكيات من العلماء أو يطلب من حضرت عنده من الشيوخ، هل يجاب عنه أم لا يجاب في بعض المؤسسات أو بعض إني كنت أحضر أو كنت أحضر عنده، لكن الله يرحمه الحال.